هل أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يخلدون في النار أم لا؟ وهل تحل لهم الشفاعة أم لا؟ وكيف يكون ذلك؟ أرجو منكم الإفادة، مأجورين. أهل الكبائر التي دون الكفر لا يخلدون في النار، لقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهم من أهل الشفاعة الذين يشفع فيهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. وهذا لا يعني أن الإنسان يتهاون بالكبائر، فإن الكبائر ربما توجب انتماس القلب حتى تؤدي إلى الكفر والعياذ بالله، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة المطففين: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذا يشير إلى أن القلوب قد يران عليها فترى الحق باطلا كما ترى الباطل حقا. فعلى الإنسان أن يستعتب من كبائر ذنوبه قبل أن لا يتمكن من ذلك، وأن يتوب إلى الله عز وجل.